بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، نحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعدادي أشواط صباح هذا اليوم وبداية الجولة الثانية. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالحول، المحليات، الأصايل، هذه الأسامي اللي شاركت في هذا العالم الساحر منذ سن الطفولة أيضا وسن الصغر، تشارك في هذا العالم الساحر حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات الكبار ورقص الكبار في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعين الكرام بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأربيان اللي قادت المجموعة بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي تتقدم، تنطلق، تندفع بناموس هذا الشوط، تليها أمريفة مع المركز الثاني، شعار سعيد بن محمد بن ذويب العامري ياتي على مستوى المركز الثاني مقدما لتحديات أمريفة. المركز الثالث طواف لسعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي، ننطلق على مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر، من الجانب الآخر روعة تتسلل تتقدم مع المركز الرابع بشعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. نتابع المركز الخامس، وصول لعز للسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي ياتي بتقدم عز مع المركز السادس، المركز السادس عفوا، أراد تسلل في هذه اللحظات مع النشرة لسالم بن حمد بن حمود حاربي على مستوى المركز السادس، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع عاليه من الجانب الاخر، والشعار ابو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري مقدما لعاليه على مستوى المركز السابع. نتابع الاسامي القادمه، ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات، تعويض منصور بن علي بن خصم الاكتبياتي بتعويض مع المركز الثامن، المركز التاسع طموح لمبارك بن حمد بالعود العامري، طموح انتزاع ناموس هذا الشوط، تاتي على مستوى المركز التاسع. عاشر الانطلاقات، ارهني سدره لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي ينطلق مع سدره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه، النداء الاول، النداء الاول للعشر المراكز المتقدمه، ولكن ارى هناك ايضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة والتحديات الحاضرة، والكوكبة ثنائية، والصراع ثنائي، والتنافس الواضح على مقدمة هذا الشوط، مع هذا الصراع المرير، مع التحديات الحاضرة في هذا الشوط، مع الذلل، المحليات، الأصايل، الصدارة والمقدمة، وأرم ريفة من الجانب الآخر تتقدم، تتسلل، تنطلق بناموس هذا الشوط. سعيد بن محمد بن ذويب العامري ياتي بتحديات مريفة. المركز الثاني، المركز الثاني بيان بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، بينما إذا انطلقنا على مستوى المركز الثالث، تاتي بهذا الانطلاق عز للسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي. المركز الرابع، وصول مع النشلة لسالم بن حمد بن حمود المحاربي. وخامس الانطلاقات، طواف من الجانب الآخر، طواف لسعيد بن عبيد من خلفان المزروعي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس تاتي روعة بهذا الشعار، شعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحة، أيضا شعار سطر إنجازاته بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر منذ فترة طويلة، يتقدم أيضا بتحديات، بتحديات روعة على مستوى المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع، تصل، تتقدم، تنطلق مخيفة للسير بالسلطان بالتريم الكتبي بأول،
بأول ندى تتسلل مع المراكز المتقدمة، وعلى مستوى المركز الثامن نتابع تعويض منصور بن علي بالخصم الكتبي، تاسع الانطلاقات من الجانب الآخر شعار محمد مسري بن سالم بالعرطي الحميرياتي بتحديات عالية، على مستوى المركز التاسع عاشر الانطلاقات طموح بالشعار مبارك بن حمد بن عبد العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، النداء الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة، لنا عودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة ومع التحديات الحاضرة ومع الكوكب الثنائية، الصراع الصراع على مقدمة هذا الشوط منذ البداية، والثنتين في موقع واحد، في موقع واحد بيان بيان. ومن الجانب الآخر أرى هناك أيضا مريفة، مريفة وبيان في موقع واحد، والتنافس الحاضر منذ البداية، التنافس المرير والصراع على مقدمة هذا الشوط، والمغادرة، المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات بالتقدم، وانطلاقة بيان بالشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي بدأت تتقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني مريفة للسعيد بن محمد بن ذويب العامري، المركز الثالث طواف للسعيد بن عبيد بن خرفان المزروعي والشعار بن تريم. من الجانب الآخر يقدم مخيفة، يقدم مخيفة، يتابع السير بن سلطان بن تريم الاكتبي، وصلت النشلة للسادس بن حمد بن حمود المحاربي، ولكن ارصدني، ارصدني فواغي تتسلل بأول ندى، تتقدم على مستوى المركز السادس لسعادة سيب بن أحمد القبيسي، يقدم، يقدم فواغي على مستوى المركز السادس، سابع الانطلاقات روعه سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن بنعود مع الصدارة، راح بتريم، راح بتريم مع هذا الانطلاق المتميز، ما شاء الله ما شاء الله، انطلقت، انطلقت مع هذا التحدي المثير، مخيفة 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 مع لوحة الألف والميتير، ما شاء الله ما شاء الله، تتقدم، تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة بمتابعة السير بالسلطان بن تريم. فواغي قادمة، فواغي قادمة مع المركز الثاني بمتابعة سعادة سيب بن أحمد القبيسي، ولكن أرد تسلل مع النشرة لسالم بن حمد بن حمود المحاربي. من الجانب الآخر روعه سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المركز الخامس، تصل، تتقدم طموح لمبارك بن حمد بالعود العامري، الموقف خطير في تحديات هذا الشوط، والشعار بالخصم قادم مع تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي. اللحظات الأخيرة ونشل النشل النشل، انتشلت، انطلقت، اندفعت في اللحظات الأخيرة بناموس هذا الشوط سالم بن حمد بن حمود المحاربي، ولكن فواغي روعة من الجانب الآخر، شعار بن دري أيضا حاضر، تحديات مخيبة للسير بن سلطان بن تريم. ناموس هذا الشوط حاير 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 مع هذا الانطلاق، أعطيت التعليمات، انطلق الجميع، ولكن فواغي، فواغي والنشلة وروعه، الله بهذا الأداء المتميز، اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، فواغي 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 تنطلق بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي العين ولمالك سعادة سيب بن أحمد بن محمد القبيسي، ولكن روعة 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 روعة، اللحظات الأخيرة روعة روعة، فواغي فواغي روعة روعة، فواغي اللحظات الأخيرة روعة روعة روعة، كم أنت رائعة. بهذا الانطلاق تهانينا لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي على فوز روعة بالمركز الأول. المركز الثاني فواغي لسعادة سيب بن أحمد القبيسي. المركز الثالث مخيفة للسير بن سلطان بن تريم الاكتبي. المركز الرابع جاءت النشلة بالشعار سالم بن حمد بن حمود المحاربي. والمركز الخامس، المركز الخامس كان الدخول جماعي، تهانينا والناموس لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، 9 دقائق
32 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي والسلامات لأهالي زاخر، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني فواغي 9 دقائق 33 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا موصولة لسعادة سيف بن أحمد القبيسي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول مخيفة، 9 دقائق 34 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للسيل بالسلطان بالتريم الكتبي، تهانينا والناموس للجميع.